هلا، سعد الله اوقاتكم، كل حب وخير وسعادة ومحبة وعافية. توني قاعدة والله العظيم مستغربين، مو حتى عصيري ما اخذته وياي. هي قعدت والله قبل ساعة تقريبا، جيت عندي معاملة اذا غير الجواز مالتي، لانه والله العظيم لو عدل لسان كان قال لي شهد رحميني، بعد ماكو مكان للختومات. فجيت المفروض على جوازات المنصور، يعني من احنا صغار مالتنا الاوراق على مناطقنا. فبعدين اكتشفت انه اني ورا ما زوجت وحولت الجناسي صارت على يعني على منطقه فهد، على مناطق فهد اللي هي بالرصافه بصليخ. لذلك جيت الدائره جوازات صليخ، ودا غير الجواز مالتي، وان شاء الله توفيق من رب العالمين. احبكم. وبعد يوميه قعدوني هيك وقت، والله طلعت قعده الصبح حلوه، يا قاعدة الصبح ساعة واحدة هسه، أي عيني سالفتني. فماكو هواي ازدحامات، ليش؟ لأنه جيت تقريبا نهاية الدوام، فالحمد لله ماكو ازدحام وخاف الازدحام. انتوا إذا تردون تبدلون جوازكم باعوا، شو تسوون؟ لو تجون من الصبح، من الصبح لو تجون وقت متأخر، على مود شنو الازدحام يكون قال، بس ما تجون بالذروة لأنه كلش ازدحامات. وها هي والله ماكو شيء لا جديد. اقدر ارجع بس اكمل جواز مالتي. المفروض قلت لكم راح اروح الدكتور محمد العقيدي مركز ريفورما، اخذتني النومه هاي البارحه. فاليوم اتمنى ان شاء الله، اتمنى ما ارجع انام، مو شغله عندي جرس الاحمر مال النوم، واكمل كم شغله عندي همتين وارجع. شوفوا هاي عندي بس هاي المنطقه إيراد الجذور أصبغها، لأن أنا بس هنا يطلع عندي أربع شبايات خمسة. فرحمة والله هاي الوراثة الوحيدة من أهل أبويا اللي ماخذتها زينة، إنه ما عندهم شيب. خطية بنت أخويا صغيرة، بالثاني متوسط شعرها مليان شيب، فأني الحمد لله ما عندي هواية شيبات، ولو هو ميش ميش يخبل أنا على الشيب. زين، وش أسوي؟ ما لحقت، ما عندي وقت وداعتكم. وش أسوي؟ أقدر 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 شارية ست بستترة وحركات الصبح وهاي كأني موظفة. بس حلوة والله قاعدة الصبح. المهم يا حلوين، I love you، وأتمنى لكم يوم حلو يشتوها وجوهكم الحلوة. طبعا بهاي المناسبة الجميلة أحب أشكر جوازي وأشكره على تحمله وعلى صبره، وشكرا لأنه لف وياي الدنيا ورافقني بالحلوة والمرة، وعشنا سوا بالاحزان وبالافراح، وهواية شاف وجوه حلوة ومو حلوة بالسفر وبالرحلات. على كل حال هذا حيتغير ان شاء الله. يجينا الجديد يقول لك حتى الجواز قرفة. اتمنى قرفته حلوة تكون علينا، كملنا المعاملة. تحية حب واحترام وتقدير لكل منتسبي صلايخ الجوازات، رائعين ما قصرتوا، الدائرة نظيفة جدا، استقبالكم رائع، وسلمنا الجواز القديم يعني المفروض، ويطلع الجديد شو وقت؟ أسبوع عشرة أيام تقريبا. فما تأخرنا أبدا، الأمور كلها سهلة على قولك، كويتين سهالات. وهسه راجعة للبيت، وأحبكم أني أرجع للبيت هسه، أرجع شوي أخذ دوش لأنه حارة. أختي نقيت من هاي السترة، أنت تدرون بيها مو لباسة سترة يعني، لأنه ما أطلع ضايع طلعات رسمية، وكلش مشرسة بيها أحس روحي مشرسة. والله العظيم بعدي هواية كوم عندي ستر، هاي أخذتها من زارة من رحت دبي، عندي كلش هواية ستر بس ما ألبسهم، لأن أحس سترة رسمية صباحية ويراد لها طلعة ما دائرة حكومية أو ف يراد والله ألبس بيهم. وبعد والله انت حبيبي ترجع تنام لو شنو؟ اني لا والله حبيبي شنو ارجع انام؟ لا هذا هيلثي، قاتل جهاد، هذا هيلثي، يقعد من الصبح عيني. ابلش اسمع الورطه جنين، قالوا لي جيب صوره وياك، جبت احلى صوره عندي، قلت عبالي حيخلوها بالجواز، عبالك هي هاي. ايوه لما وصلت جوازها كان قال لي اطق لك صوره، واني ولحيتي ومزين صفر وخزي خزي. لا انت لا انت مو هاي القوي، انا اذا اخذوا لي صوره فدا يقول لي الضابط شهد، هي هاي الصورة حتصير ثابتة بالجواز، يعني حاولي نطلع أحلى ما عندنا. قلت له أستاذ ما عندكم فلترة بالرموش؟
ما قال لي مال سناب، قلت له لا، قال لي لا ما عندنا، قلت له مو اللاينر نسيته جراحه. ما ادري هاي الصوره حتبقى ثابته بالجواز والله العظيم. المهم طلعت حلوه، عيني تتقرمش لنا الخشم من نام النام، ماكو فلتر ماكو. طلعت يلا مثل ما هي الحمد لله. نذكرها هم اتذكر اني كنت حامل وشهر السابع وطقيت صوره، كله ينذكر. ها هي والله بعد ماكو شيء لا جديد. شوف شو صار وياي، نتواصل. احنا كنا جماعه الكاظميه والكارخ والمنصور وسنين على حب الله احنا هاي مناطق، ويجي لك واحد بليله ويوم ينقل جوازاتنا وينقل هوياتنا وينقل قلوبنا ويشيل هوي ذباب الرصافح. شنو انت؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟